إنكي نصبحي صباح الخير يا ليوان غادي سلانا سريده فما طفا ويسين إنكي نوسكي ذمس زيكا راه مصطفى غادي نتا غدا من هلا عليا نال وكلا فغناو ثنوس نرني غنوس فتي غادي ثمرتنا مس زيكا راه غادي نزول فليك وصباح الخير. صباح الخير يا ازل فغناو وشكرا لتلبية الدعوة. الله يسلمك اسقسي ما مسوالو مس زيكا راه غدوينا غي كاع الناس القانون التدريب تيقلا لوانا كاع كاري في السن لابيان دغا غدوينا غي كيف كان زال مقرن يتمسد نوس فتي غادي ثمرتنا غي درا شويه زمان الدنيا غدقوايا سيد زكرا مصطفى قانون الماليه الان في ايدي نواب البرلمان لمناقشته هذا القانون هو اللي عطى كما نقولوا قيمه كبيره للاستثمار في الجزائر واش نقدروا نقولوا على هذا الشيء سي زكرا؟ اول حاجه نوضح برك القانون مازال ما وصلش للمكتب البرلمان راهو في اطار دراسه على مستوى الحكومه. احنا ما نتحدثوا غير على قانون الاستثمار، احنا نتحدثوا على كما نقول قانون الماليه بصفه عامه، يعني هذا اللي كما نقولوا ركزوا في العديد من المحاور تاع تشجيع الاستثمار ومن بعد نعاودوا نوليو لقانون الاستثمار. اوكي دوك قانون الماليه ما نقدرش نتكلم عليه يعني باختصار. هو قانون المالية جاء بأحكام تنظيمية للمنظومة الضريبية لمحاولة تبسيطها وتسهيل تسمى فهمها باش تكون تسمى ماهيش عائق للمستثمر، لكن الأحكام تخص الاستثمار حتى تعني المستثمر مباشرة بقانون الاستثمار. مس ذكرى بفين يعني القانون كيا تدريب 2022 يقول لا وانا كيا قال في السن البارلمون نمد بليد ونا كان نزل مقرن اثم ستاكيا نصف ثيا اد نغلق قانون الاستثمار ايمي اتاس لي لوا اتاس لا ريفيزيون يعني نعاود نتمغلي دي القانون كيا هذا شو الى جديد هذا دياوي قانون الاستثمار اليوم يعني هناك اعاده النظر في العديد من المواد اللي فيه واش نقدروا نقولوا على هذا الموضوع سي زكرى مصطفى؟ هو قانون الاستثمار اول حاجه اللي جاب بها جديده هو انه خصص الى كريان غيشي اونيك سبيسياليزي بور لي غران بروجي، اي ان التعامل تاع المشاريع الكبرى فيها التزامات لغيرها على بالنسبه للاستثمارات الصغيره، وعلى ذلك كانت التوجيهات تاع رئيس الجمهوريه على انشاء شباك وحيد خاص بالاستثمارات الكبيره، وايضا تم توسيعه للاستثمارات المباشره الاجنبيه نظرا لخصوصات السياتيه، حيت كاين راس مال يجي من الخارج ومن بعد كاين معامله خاصه بهذا راس المال اللي راح يؤدي الى تحويل ارباح الى غير ذلك. كان من الضروري يكون ناس مختصه في هذا الاطار وتكون الاخر، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني هو ان السياسه دخلت في 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 العمل تسمى لي بروسيدور دو جيستيون تاع لانفستيسمون، بذلك قرر رئيس الجمهوريه انه يلغي المجلس الوطني للاستثمار، وكان التوجيهات في هذا الاخر المشروع الموضوع حاليا للدراسه الغاء المجلس الوطني للاستثمار. الشيء الثالث كانت إعادة نظر في الأنظمة التشجيعية، كان في وقت ماضي عندنا نظام الاتفاقية نظام عام ونظام خاص بالمناطق، النظام العام والنظام الخاص بالمناطق تم إبقائهم مع مراجعة تسمى الوسم الأنظمة التحفيزية، الى ان النظام الاتفاقيه تم الغائه وتعويضه بعده انظمه منها نظام الاستثمارات المهيكله، نظام لي زاكتيفيتي لو ريجيم دي زاكتيفيتي بريوريتير، ونظام خاص بال لي جيستيون لا كرياسيون لي جيستيون تاع لي زون داكتيفيتي ولا لي زون اندستريال ولا حتى لي زون لوجيستيك، بما ان سياسه الجزائر تتوجه نحو التصدير. مس زكرى مصطفى نمد فين يعني القانون الجديد نصف ثاني يعني تسقر الشام الزقس لا
لوانا كي غا ميخي نوي غا ما مولان تاعنا تمسات دنتا يديونا تصنت نقيدين تي جديدين الا دغا فين يعنان اخلاق في سلقار من الشباك الموحد نغي عيون بردونا ارادي لهون سو الجمع يعني لي بروجي نويتني لي مولاني كسعى لرزق يبغانا دي السفتين اما داكي غادي ثمرتنا غنا ولا ويكني يقلانا برا ثمرتنا من داغا القانون كي الجديد دوينا يقروحنا كني ادي كيس اسقمو اغنى وانو السفتي ذا غن ودي لي غنعاود نثمغلي غواطاس ان القوانين يكشدان غير وحي شاكي غنو السفتي ادي ثمرتنا الا دغا مرا غنولي غنبلي اسلوين تكدو ذا ايسو ثرا كني غنروح غتمسال تاكي غنشيبك الموها واحد ذي ثمرتنا غنتسمى ذي يعنون يعني غنسو تبع ان لي بروجي يمقرانا ذي ثمرتنا مس زيكارا مصطفى مسقسي غنا ظن دوينا يقعنا اس اوتون مقرن يعني لي بروجي غيقلان لو انا كي غورت من هالت نولنا غير الوكله ثغنا وثيدي الهان سوسنا رني غنوسفيا ذي ثمرتنا ازال 1500 لي بروجي يدي توجردن غرول لو انا كي مازال يمولان لي بروجي كي وروفانا راه يعني الجواب صغرول دا شو غيدا قبل دكوايا أكثر من 1500 مشروع هما متواجد اليوم في وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أين وصلت المسألة سي زيكار؟ هي أقل من 1500 مشروع لكن يعني هذا حسب العدد اللي مدوا سيباي ناصري رئيس الجمعية الوطنية ما هوش رقم رسمي احنا نتكلم على احنا عندنا اشكاليتين واحدة تكلم عليها سيد وزير الصناعة وحتى الوزير الأول وخذوا قرارات لإيجاد الحلول والحلول راهي في طور تطبيق كاين نسبة أكثر من 200 مشروع اللي كان تم احنا بالنسبة للوكالة أقل من لكن كانت واحد من 200 مشروع حتى المشاريع اللي ما مرتش على الوكالة اللي كانت متوقفة بسبب أسباب أخرى أي أنه الاستثمار تكمل انتهى لكن كانت بعض المشاكل مازال ما جابش ترخيص تاع الانطلاق في النشاط عنده مشكل مع إدارة ما هذه سيد الوزير الأول خذ قرار تكوين لجنة على مستواه وهذه اللجنة عندها تسمى تتابع للأنشطة المحلية وفي حتى شكون يترأس هذه اللجنة سي زيكار؟ مصالح الوزير الأول مع وزارة الصناعة فيها وزارة الصناعة وزارة الداخلية أي أن الأخر لكن يترأسها يعني هو الوزير الأول كما يقول اللي خلقها يترأسها وزير الصناعة هذه اللجنة يعني مصالح الوزير الأول هي اللي تتابع مباشرة هذه اللجنة وزارة الصناعة طرف هذه اللجنة هذه اللجنة راح يتحل بعض المشاكل وبكل صراحة أنا لاحظت مثلا بما أن الشباك الوحيد للجزائر العاصمة متواجد في المقر تاع المديرية العامة راني نشوف بلي فيه تسرع خاصة من السلطات المحلية في دراسة الملفات بما أنه الاستدعاءات تاع مدير الشباك الوحيد للجزائر العاصمة راه يتلقى عدة ملفات في اليوم هذه نكون باش تكون شهادة بأن فيه تسرع لإيجاد حل بالنسبة للمشكل الثاني هو أن كاين ملفات احنا رانا الدولة راهي تتخلى عن محاصيل كي تعطي إعفاءات تتخلى عن المحاصيل بالنسبة للخزينة ولا بالنسبة للجامعات المحلية في بعض الأحيان الناس المستفيدة من هذه المزايا القانونية ولا عندها مشاكل في العدالة احنا الوكالة خدات طريقة عمل قبل ما نوصلنا على رأس الوكالة اللي الملف اللي يكون في إطار تحريات ولا في القضاء ولا يوقفوا للمعاملة تاعو هذا مش ما يعنيش انه الاستثمار توقف لان المعني من حقه يكمل الاستثمار لكن بدفع الرسوم والحقوق المستحقه بصفه عاديه لكن باش ياخذ اعفاءات ننتظر فيه قرارات اتخذت هذه الايام خاصه من وزير العدو هو مشكور وهذا لرفع هذه القيود اللي وضعتها الوكالة على بعض المستثمرين وراهم رانا ندرسوا فيهم وممكن راح يكون أرقام مهمة جدا اللي راح نفتحوها في الأيام المقبلة رانا في إطار الدراسة باش نشوفوا حتى المنتوج
مس ذكرتنا مد فين يعني الحساب نيسان فاران إمي 1500 نمد ماشي عند الحساب إكس حال نبغى كان نعلم إمي لا شحال يقلان لو أنا كيا نيسان فاران لي بروجي غور يتوجدن غور الوكلاء تاعنا وثنوس نامنيا نوس فتيه كم عدد المشاريع دونك قلتنا 1500 يعني ماشي هو كما يقولوا عدد حنا كي نتكلم على الرقم هذا حنا خاصة نشوفوا لي ديسيزيون لي ديسيزيون اللي خذتهم الوكالة احنا حسبنا 1300 ديسيزيون لكن في بعض الاحيان تبي دو تروا ديسيزيون زوج ولا ثلاثه تعني نفس المشروع اي ان المشروع راهو في توسعه ولا عنده طلب تمديد مرحله الانجاز احنا نحسبوه على ان الملف متوقف على هذيك اللي تكلم لكن الرقم يكون اقل من ذلك مس ذكرى مصطفى فينا مدى فين يعني انا الحساب اني سنفران يقلن لو نجي غول مكلفه غناوت نوس ناني نوس فتي غدوينا تقدرن 1300 نيس فاران نوتنا مد باللي اتاس نيس فاران يعني لو نجي تيديرن اغبلان ايمير دو فينير يكسعان اغبلان ياكود لا جوستيس دغا انغلاف لا جوستيس انت غيدمن اتاس لريو يكني ادي سيسيل يعني الخدمه ني مولانا الرزاق كي غاكني غتخدمن الخدمه سنه دي تكناتين يلهم ين بقي غنصبحيت هو الساقي غد ماس زيكارا مصطفى غد نتا غدا من هال عليين نتيكو بانيث ثغنا وثايدي لهان سوس فتير سوس نرني نوس فتير لو عندي مازال يتيمي لسيد فو مطاف ويسين قيم كان دينا غد نغال لذيذ وندخرا من الوقات تقدر تنحي شوف كيف تسلا نكذب عليك كسرت لي كسرت لي الاخر لي لي دخل مازال يتميل ان بقي نصبحيت هو الساقيان تسميتها بلي انت غيد ماس زيكارا مصطفى اذا مهال عليا ان الوكلة تغنى وتدي لها سوس فتيه سوس نانيا نوس فتيه غادي مورتنا ناسي لو دي جي ان الوكلة لو ان دي دي مورتنا ماس زيكارا مصطفى نقيم ديما كيسن فرناكي يعني كيسن فرناكي لي بروجي كي نوس فتيه ويا جينا مولانا الرزاق ساجينا مس زيكارا تفن أغبل مقرن أفين قارن القاعة نغ أم كي سنقار الفونسي دونك أتص العقار الصناعي ساجيا يتذر أتص نغ بلان ده شو من زمرة دنيا ذيك تمثال تاجيا ربما يعني المشكل الكبير اللي راح كما نقولوا اللي راهو يعاني منه قطاع الاستثمار هو العقار الصناعي واش نقدروا نقولوا سي زيكارا انا حسب معلومات تاعي لان الوكاله غير معنيه بقطاع العقار العقاري هذا ربما نقص بالنسبه للجزائر بما ان وكالات استثمار في دول ربما راكمش معنيين بطريقه مباشره بصح بطريقه كما نقولوا غير مباشره لازم يعني كما نقولوا وسمو تكونوا طرف باش تسهلوا كما نقولوا هذا هذا صح من المفروض نكونوا طرف لحد الان النصوص في اطار التحضير هي في اطار المناقشه انا تكلمت على اساس ان الوكاله لازم تكون ولو في مجلس اداره تاع لا نوفيل انستيتيوشن كي فاجيري لو فونسي لانه ما نقدرش نفصل ما بين ترقيه الاستثمار و اسمه لو فونسي اندستريال دونك العقار الصناعي احنا اليوم قلت لك كاين وكاله اخرى راهي تحضروا فيها حسب النصوص راهي في اطار دراسه ايضا على الامن العام للحكومه وايضا حتنزل للبرلمان اللي تتكلم عن العقار الصناعي لكن بكل صراحه انا تحسوا شويه على هذه الوكاله تعطينا يعني بلوس دو ديتاي في هذا الموضوع هي وكاله اللي راح حاليا العقار الصناعي فيه بليزيور انترفونون عندنا مثلا كان الاول كالبيراف عندك لانيراف هي الوكاله اللي كانت سيت ان اورغانيزم اميناجور باش يحضر الوكالات الارضيه الصناعيه وكاين ديفندوس اون فيليال تاع ديفندوس اللي مختصه في لا جيستيون انترن تاع وصلهم لي زون اندستريال دونك تو سكي اونترتيان سويفي دو ليكليراج يتبعوا له الواي اكسيتيرا هذوما كامل راح يوضعوهم في ان اورغانيزم اونيك اللي هو اون اجونس ناسيونال دو فونسيير اندستريال
يقعد بيان سور ما نساش بلي راح تخص فقط القطاع تاع لو فونسي اندستريال، لو فونسي توريستيك غير معني لحد الان، بما انه عنده هيئات خاصه ديالو، والفونسي اغريكول خاطر حتى في القطاع الفلاحه كاين استثمارات ولا غير معني ايضا بهذه الوكاله. دونك هذه الوكاله راح تاخذ كل اختصاصات وتتكلف بغالي القطاع الصناعي. مس زكرا مصطفى نمد فين يعني تمس تجيان العقار الصناعي غني غير مكان اللي تخصا لكن مولان الرزاق السفتين زقس لا يوث الوكله لا ونقيا غور يعني عند الحكومه انت ردي توخل قند تشجدي تكنيا اتلهو اس وغبلقيا ايمي اطاس يعني ني مولان الرزاق اني يعني السيكتور دانفستيسمون مازال يتسفري الزقس ويتفطس ني غبلان ذقويا اسخسي غنظن ضغن مس زكرا دا شو غي نزمر هاد نينيا بلي كديت مسات نخلق نمثوان الخدمه اي درا احريشا كيا نسفتي غا ساكيا نعطي خبانينا كيا اما فيك نقلان نعطي جديدين اشحال نمثوان راه تخلقنت من الخدمه فيما يخص مناصب العمل سي زكرا يعني اشحال كيما نقولوا من قطاع الاستثمار شحال خلق وشحال العدد وين وصل اليوم؟ احنا بالنسبه للمناصب الشغل احنا نتكلموا عليها على اساس انها تصريحات خاطرش احنا ما راحش نتابعوا في الميدان، هو وقتاش نتابعوهم في الميدان كي يكون يتجاوز 100 منصب عمل التم اللي فيه ان كونستاب اللي ايفيكتيفمون راه الى ريكروتي بلوس دو 100 ويجيب شهادة تاع لاكناس بلي راهو عنده بلوس دو 100، هذاك الأرقام اللي نقدروا نعرفوها، لكن بصفة عامة مثلا نعطيك بالنسبة للتصريحات تاع هاد السنة تاع 2021، فبالنسبة للتسع أشهر الأولى، خاطش عادة احنا نخدموا بثلاث شهور الإحصائيات تاعنا، مناصب العمل المصرح بها هي 34220 منصب مباشر. ثم ربما فيها أنشطة راح تكون فيها دي سوتريتونس ولا دوك مناصب غير مباشرة، لكن احنا كي نتكلم عن المناصب المباشرة، المناصب المباشرة المصرح بها هي 34220 امبلوا. المبلغ الإجمالي المصرح به هاد السنة هو ثمانية الاستثمار هو 359 مليار دينار و 59 مليون دينار. دونك هذا 359 مليار و 59 مليون دينار جزائري. بالنسبه لعدد المشاريع هي 1365 مشروع. هذه الاخر كي نشوف القطاعات بالنسبه للمشاريع الصناعيه من 1365 مشروع عندنا 715 مشروع يندرج مباشرة في النشاط الصناعي. دونك هذا بصفة عامة. بالنسبة للمشاريع اللي نعتبرها على أساس أنها مشاريع كبرى، أي أن الرقم تاعها يتجاوز 500 مليون دينار جزائري كاقتراح، هي 186 مشروع في هذه السنة. هذا ولاحظنا حاجه ايضا ان الارقام في خاصه هذه المرحله راهي منخفضه بحوالي 4% بالنسبه للمقارنه السنه 2020، كنا 2020 كي ناخذ الكوفيد ولا احنا كنا ننتظر راح يكون ان بون يوم ان سو في لي زانتونسيون دانفستيسمون، لكن كاين معطي هامه وهو ان راس المال من جبل، اي ان اذا كان فيه مراجعه للقانون الناس راح تنتظر، وانا اعتقد بان هذا التاخر ناتج جاي على اساس ان الناس راهي تنتظر في صدور القانون الجديد. مس زكرا مصطفى نمد الدفين يعني الحسابات تكيم دي 2021 ودي 9 وكورن امزورا هذوك سوكا ساكيا ازال ان 1300 نيسان فاران يتوجه لدن غور دوان ذايا كيا يخلقد ازال 34000 نيم ثوان من الخدمه ودوينا غي دخل قنيوث تدرين تيك تقدران سزني 300 مليار اي دينار وثنا مد بلي ذا غن اي سان فاران يعني
يعني اي مقرنه تقدر نسوزل نتدرين يعني 500 اي مليون اي دينارا ويتوراجو مع ديفاغ القانون النسفي الجديد قصا غير الزات كني اديلي يعني ارزوي وحيشه كي نسفي صدقه نبغى غير نمس ذكرى نمس لي في وسط نقيض يعني غد نتل يكسعان ازل مقرم الا دغا سكي اطاس ني مولانا الرزاق ني غويك ني يبغى هذه السفتين تيدير لا بيوكراسي يعني البيروقراطيه الا دغا دي الحوارات ني يعني دغوطاس نتمسال دا شو يخدم الوكيله لونديه لكن ني السفسيه تاعكم تاع في مولانا الرزاق كي هناك بالك المشكل الكبير تاني اللي راهو يعاني فيه المستثمرين هو البيروقراطيه وكاله يعني لوندي واش راهي دير باش تخفف يعني هذا المشكل على المستثمرين. شوف بالنسبة للبيروقراطية نقدر نقول لك بلي البيروقراطية اللي احنا عندنا مقننة لأن في بعض الأحيان البيروقراطية جاية على أساس النصوص القانونية والتنظيمية اللي ورثناها في المرحلة هذه كلها. نعطيك مثال ما في حتى قانون اللي يتكلم على لا ليغاليزاسيون تاع لا سيناتور تاع الانفستيسور من بعد ذلك نصيبوا في النموذج تاع لا ديكلاراسيون دانفستيسمون ولا لا دوموند دو برولونغاسيون ولا اي وثيقه يكتب لك سيناتور ليغاليزي اي ان من بعد السيد يروح يدير التوقيع تاعو في البلديه ولا صاحب باش نسهلوا له نجيبوا عون تاع البلديه عندنا في شباك الوعي لكن تبقى هذه نوع من البيروقراطيه. احنا في رؤيتنا وهذا راح يكون مرتبط خاصة بالإمكانيات المالية والأخرى فيه معاونة تاع الوزارة المكلفة بالستارت اب فيه أيضا تم أخذ بالوعي من طرف وزارة الصناعة وعلى رأسهم سيد الوزير اللي هو راه تم مشجعنا في هذا الطريق. احنا نأمل نوصل عن طريق إعداد نظام معلوماتي نأمل نلحق وين ما فيش تنقل صفر تنقل صفر ورق أي أن المستثمر من منزل تاعه ولا من المكتب ديالو يدير التصريح تاعه عبر الانترنت ياخذ اذا كان التصريح تاعه موافق للمعطيات الاخرى راح يعاود يرجع له الموافقه من بعد يدخل في الاجراءات الاخرى عن طريق الانترنت ولا ينتقل لنا وقتاش يجيني يجيني نهار يكون عنده مشكل مع ادارات واحده اخرى عنده عراقيل مثلا مع بالنسبه ل برمي كونسيروير ولا عنده عراقيل بالنسبه للتيرا ولا نقدروا نتفرغوا لهذا المرافقه ويكون عندنا الاخر لكن هذا يبقى مرتبط بالوسائل اللي نوضعوها في على بالنسبه تحت تصرف الوكاله. شنو هما الوسائل اليوم اللي راهو يستنى فيهم المستثمر لازم نقولوها يعني اليوم المستثمر راهو يستنى حاجه جديده وهذا يعني سي زيكارا كما قلت راح يدفع بانعاش الاقتصاد الوطني اللي اليوم رانا مسحقينه خاصه خارج المحروقات. هو اول حاجه كما يقول لك باللغه الفرنسيه يقول لك لارجون لو بيدجي سي لونير دو لاغير دونك اذا كانت عندنا نيه ولا يمكن باش نقدروا نطوروا لازم الميزانيه تكون بالحجم التطلعات السياسيه لهذا الامر. اليوم ربما راح نخطا في التصريح هذا لكن عندي زملاء راهم يعملوا والامطار تسقط عليهم داخل المكتب لان عندي اون اوتوريزاسيون بروغرام لي جولي ابوزيفمون بار ان فونكسيونير. الله هذيك الحقيقه وان شاء الله تتجاوزوا هذه الامور ان شاء الله. سي زي كرفنا مدفعين يعني تمثل تاكيا لا بيوكراسيه تينا غير تخدم في لا ساكنين غاس يعني نصوض اكنيا كيتسني كثير زيرو في ورقتين وكني مدين ودتسنا راه غدرزون يعني هاد ديبلاسينغ تمكن غير روايتني غير ولايه غير فايتكني في العجل التوريق ايميا ستساوي الانترنت هذا قلنا دفرونا تمثال انسان ذي كوخا من انسان نبغى غير نساكيا مس زي كرام نمسلي ويكني إجلان دي لترونجي أطاس إجلان لوناكي دي دايريين نغولا دي برانيين سيت موران البراني وبغا نتسفتين دي تمورتنا أي درا جردمد يا كان إسفاران يعني هذوك حريشاكي وما تجردمد شحال إجلان هناك يعني العديد سوا جزائريين ولا يعني مام أجانب يحبوا يستثمروا اليوم في الجزائر هل سجلتم يعني دي دوموند في هذا الموضوع ولا كانت تقدر تخدم لنا إحصائيات سيزيكال؟
هو بالنسبه للجزائريين قلت لك ما عندناش مشكل، بما انه كل المشاريع اللي تقدمت ولا اندرست و هناك من خارج الوطن؟ خارج بالنسبه لخارج الوطن ما يختلفش بلي فيه اون ريزوليسيون تاع المجلس الوطني للاستثمار اللي رجع لسنه 2017 اللي تستلزم ان كل ملف اللي فيه شخص اجنبي لازم يمر على المجلس الوطني للاستثمار. وهذا المجلس ما هوش سر على اي واحد انه ما اجتمعش منذ نوفمبر 2019. دونك سي فري كو نو افون دي دوسي اون انستانس، مي دي دوسي كي ريست ما هي باستثناء ملف واحد اقل من 10 ملفات اللي هي تعتبر ملفات شويه ثقيله، لكن الملفات الاخرى هي مجرد ربما شريك جاب تسمى من منطقة معينة ولا اللي نظن بلي ماهوش بالاستعجال لازم، ولا ناخذ وقتنا ندرسوا عن القانون تاعنا باش ما نوقعوش الاخطاء في الاخطاء تاع الماضي اللي ادت الى تحويل ارباح غير شرعية للخارج وربما هذا القانون ولا راح ينظم هذه الامور وان شاء الله تكون حلول. نقدر نعرفوا يعني عدد ربما لي بروجي كيما يقولوا نظام ان بو موان دو 100 دوسيي دونك اون سوفرونس كي مي هذه تبقى بصفه اللي طالبونا. هذا الرقم ما نقدروش نقولوا باللي راهو نهائي خاطر فيه ناس اللي ربما غيرت رايها عاودوا نحاول اجنبي وكملوا الاستثمار وحدهم، وكاين في بعض الاحيان دي زانفستيسور ميم اترونجي كونت يسي رابروش دو لاجونس كيقولوا لهم لازم تمر الملف على مجلس وطني للاستثمار ما يوضعش اصلا الملف. دونك ما نقدرش الرقم هذا يكون هو الممثل للواقع الحقيقي. ما سيزي كراتنا مدفين يعني انت مسيتي يعني مولانا الرزاقي يبغى لنا دي سفين دي تمرتنا اما دي دايريين ولا دي برانيين اي اللي غي تورجو اكني ادي لي القانون الجديد نو سفتي دوينا على دي سيسيلان اكثر من الخدمه اللي مثنى مد ازال يعني راني سنفران يتوجر ذا مسخوري براني دونا اللي تقدر نسو وزال 100 و200 يعني نز مماث ايدلان غور لو ثلاثه غناو نو سالني نو سفتي. ما سيزي كراتنا تقريكي تخمم يوت المنصة الرقمية تينا تلديم يعني غرسة راه أطاس دي 2021 اللي كانت يعني حلت هذه المنصة الرقمية اليوم واش سجلتوا فيها واش يعني الحاجة اللي جبتها جديدة الوكالة الوطنية اللي المنصة الرقمية يعني اللي حليتوها تحلت كما نقولوا صافي بالونتون باش واحد كما يقول أنا فيستيسور يقدر يجي يسجل كما نقولوا اسمه روحه في هذه المنصة الرقمية. احنا المنصة الرقمية المتواجدة على الاخر هي مجرد منصة للعمل الداخلي، اي ان احنا كل الوثائق اللي حروها ولا تمر على المنصة، لكن ماهيش مفتوحة للمتعامل. وحنا بور اريفي اون بوليتيك تاع زيرو ديبلاسمون زيرو بابي لازم هذه المنصة اللي عندنا تنفتح على المتعامل الاقتصادي باش يقدر يصرح. هذه المنصة هي اللي اسمها الجيريا ايفنت. هذه هي اول منصه رقميه للاستثمار اللي كما يقولوا تحلت في 2021 هذه كما يقولوا موجهه يعني للمستثمرين لتطوير فكره الاستثمار في الجزائر. هي شو ماشي باش نسبق واحد على اخر ولا فيه منصه واحده اخرى ايضا فتحت اللي هي اسمها الجيريا انفست دارت قبل من هذه الجيريا ايفنت. دونك كاين ربما عندها خواص راهم كمكاتب استشارات ولا خاطش هذه المنصات ولا تضيف للاستثمار. انا برايي هذه المنصات راح تخدم الاستثمار بطريقه غير مباشره، لان انا حتى في ترقيه الاستثمار ولا المشاريع الاستثماريه ولا القطاعات اللي راح نديروا عليها ترقيه هي قطاعات اللي تحددها الحكومه واعضاء الحكومه لي سيكتور لي ديبارتمون مينيستيريال. انا ما راحش نقدر نخلق انايا اقتراح من راسي ولا الوكالات تقول بلي هذا قطاع هام ولا الا ما كانش بحد ذاته الحكومه، لكن المستثمر الخاص هو يشوف وين فيه ربح وين فيه ربما راح يكون تكامل. هما يلفون بوتيت الي سور دي سيكتور كو نو نافون با سيبلي بور لا بروموسيون د انفستيسمون كو سوا اون لوكال ولا ان انترناسيونال. اهم يعني القطاع اللي كيما نقولوا يحظى اليوم
قطاع الصناعه والفلاحه ولا في هذا العدد الهائل من مشاريع الاستثمار؟ كممثل عن بصفه غير مباشره عن وزاره الصناعه اقول لك القطاع الصناعي، لكن في برنامج الحكومه اعطى عده قطاعات، اكتفي بذكر القطاع الصناعي وايضا القطاع وصلوا لو سيكتور توريستيك اي سورتو 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 لو سيكتور اغريكول، القطاع الفلاحي وخاصه الفلاحه الصحراويه. والمؤسسات الوطنية يعني في دقيقة سي زكرا اللي اليوم كما يقولوا ربما كانت تعاني شوية، بصح اليوم بالك كاين كما يقولوا تسهيلات بزاف لهذه المؤسسات، واش نقدروا نقولوا عليها اليوم سي زكرا؟ ممكن تقول لي مؤسسات وطنية خاطر أنا وطنية فما عامة وخاصة. أكيد عامة وخاصة، حنا كيما قلت كنعتمدوا باش نطوروا الاستثمار الاقتصاد بصفة عامة لازم نعتمدوا على القطاع البريفي إي بوبليك. هو كل المجهودات اللي تندارت والمجهودات اللي كنا نبداو نحسبوها ولا معتبرة جدا جدا، غير أنه مازال غير كافي. بالنسبه لي ستاندار انترناسيونال مازال ما وصلناش للدرجه ونقدروا نقولوا سهلنا فعلا للمؤسسات سواء كانت عموميه او خاصه، لكن النيه والمجهود موجود منذ عده سنوات. مس زكرا مصطفى ثنا مدفيني عنان اسفتيان لي تمورت النار دوينا يعني مازال لي ساعه لي خصاص مقرن لي تمورت النار امي ويد لي سان غرزتك نيا انسنا لي زكس الصدقة يتقرا دينا غمس زكرا مصطفى ذن مهل على ين الوكلات غنوت يوسنا لي نسفتي لي تمورت النار ثاني ميرت مين تصريت في العرض النار. شكرا على تلبية الدعوة ويعني اللي تحدثنا على قطاع الاستثمار بصفة عامة. شكرا موصول لكم ولمستمعكم. ثان ميرتي هناك نوزع نادي سلام دار ثورة ثان ميرت ورتو فرمي بغاتين.